السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الكرة واللي تبع كرة الجزائرية. تحطيم كراسي ملعب مصطفى تشاكير منذ أول لقاء بعد عامين من غلقه من بعض جماهير مولودية الجزائر تحت أنظار بن شيخ والعنف، ولا للملاعب شاهد فرحة أنصار مولودية الجزائر ربحين 4-1 في لقاء الكأس. ديرونا لايك على الفيديو، ابوني في القناة واتركوا لنا تعليق. تحطيم كراسي ملعب مصطفى تشاكير منذ أول لقاء بعد عامين من غلقه من بعض جماهير مولودية الجزائر، مع العلم مولودية فازت باللقاء 4-1 أجمع تحت أنظار بن الشيخ. لنعرفه ولد المولودية جاي ناصر، الفريق الذي يحبه هنا تحت أنظار بن الشيخ وهنا في الملعب. هذه تكسير الكراسي، هل هي ربما ظاهرة رجعت الملعبنا؟ شفنا العوام اللي فات قلت هذه الظاهرة، هذا العام ربما كثرت وبكثرة. تقريبا أصبحنا في طروامات الأخيرين هذو شفنا عدة مقابلات ربما تجاوزت أحداثها الغير رياضية. يلا مع هذا الفيديو ديرونا لايك الفيديو، أبوني في القناة واتركوا لنا تعليق. وجب على الرابطة ولحاكم الكرة الجزائرية الإسراء حتى ما تكررش هذه الأحداث. يلا مع فيديو جديد، سلام خاوتي.